كرة ما كانش بالشكل المثالي. مهدي ليليس سيأخذ له مع المنتخب الوطني الجزائري. مهدي ليليس رميز الرقي طبعا المباراة الثانية ينتظر يرجعها مباشرة إلى الحارس أولسن روبن ينقلها طويلة لمنطقة المنتخب الوطني. محرز ينقل الجناح وينقل الكرة تماما إلى ليليس. مهدي ماهب لايرا على محور الدفاع. تلقينا أهداف كاميرون نريد طي الصفحة ولكن في كل مرة التي تذكرنا بتلك المباراة القاسية والإقصاء. طريق ركلة جزاء في الوقت بديل المر إن صح التعبير. كل التوفيق للمنتخبات العربية والأفريقية. المباراة اختبار عسير. البوحي حاضر. البوحي أفضل العناصر من جانب المنتخب الوطني في هذه المباراة في جوان وسبتمبر ثم لقاءة العودة. هنا حد الآن حاضر قوة بولحي رايس ممتازة من ليريس بطريقة اللي بنطالب بشكل ممتاز ورايع ليريس. مهدي مهدي ليريس دخل داخل منطقة. مهدي ليريس هي الحلول صارت خير موجودة من جانب جابها المنتخب الوطني إلا بال مع مهدي ليريس. مهدي ليريس يرجع طريقة ممتازة. يا سلام مهدي ليريس عند الكرة كثير ما شفناش جملة تكتيكية ممتازة من مهدي ليريس. أوه بن ناصر برجل يسرى لكانت في الشباك تكتيكية مثل هذه. محرز رياض انطلق ليريس مرة القادمة طبعا. هنا الكرة لمهدي ليريس ترجع دي انطلق ليريس. مهدي كرة مقطوعة. مهدي ليريس عند الكرة لاعب آخر في متوسط ميدان. كرة جزائرية تنقل مباشرة لسعيد. في النهاية ما تمكنش من توزيعها. البحث عن مهدي ليريس يتمكن من استرجاعها. يلا هي مهدي انقلها استرجع الكرة. الحكم يقول لصالح منتخب السعودية كبير استرجع الكرة في تصفية كأس أمم أفريقيا. طني تصل الكرة إلى من طريق أيهام أوسو البديل حقب الخضر مستقبلا عن طريق اللاعب